أنا هنا على بعد أمتار من تبة المصارية، هذه التبة التي تعد موقعا استراتيجيا لميليشيا الحوثي وصالح، حيث يتم منها قصف بعض أطراف مدينة مأرب وكذلك الأحياء السكنية، وفيها تتمركز ترسانة كبيرة لميليشيات الحوثي وصالح. هذه التبة الآن قوات الجيش الوطني والمقاومة تسيطر على الجهة الشرقية والشمالية وبعض من الجهة الجنوبية. فرضت قوات الجيش والمقاومة حصارا خانقا على هذه التبة، أجبرت ميليشيات الحوثي وصالح النزول من أعالي هذه التبة، والآن ميليشيات الحوثي وصالح تتخندق تحت هذه التبة وخلف التبة. وللمزيد معي هنا أحد أفراد قوات الجيش الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم قناة سهيل الفضائية، قناة الأحرار. نحن الآن على مشارف إن شاء الله تعالى نهاية الحوثيين، وهم الآن يفرون كما تفر الفئران. نحن سيطرنا على المناطق التي كانوا يتمركزون فيها من قبل، ونحن نتقدم بشكل ثابت وبشكل تكتيكي ومحترم، حتى أننا وصلنا إلى قريب من تبة المنصارية وعلى مشارف تبة المنصارية بإذن الله تعالى. واليوم نتقدم بشكل فظيع وشكل يعني مرتب في هذه التباب التي هي تبة الدفاع وتبة ماهر، والحمد لله تعالى الانتصارات قادمة بإذن الله تعالى ومنتصرين بإذن الله تعالى، وسنمضي قدما بإذن الله تعالى إلى صنعاء. طيب، أهمية هذه التبة، تبة المصارية؟ تبة المصارية هي موقع استراتيجي كان للحوثيين من قبل، أما الآن إن شاء الله تعالى سنقطع الإمداد بإذن الله تعالى، وسيتم خنق الحوثيين بإذن الله تعالى. خط إمداد هي طبعا خط إمداد للحوثيين من صرواح إلى مأرب، إلى طريق الجفينة وإلى مأرب بشكل عام، فإن شاء الله تعالى سنطوقها وسنحاصرها ونقطع الإمداد بإذن الله تعالى. أجبرناهم من قبل يومين من نزول، كانوا على رأس التبة وأنزلناهم إلى نزول من التبة، وهم الآن يتخندقون وكالفئران يدخلون في جحور الصخور. ما هو السبب الرئيسي لعدم تحرير التبة بصورة كاملة؟ أيضا هناك وضعوا ألغام بشكل فظيع، لأنهم مستميتين وضعوا ألغام بشكل فظيع، فأرادوا أن لا يتقدم الجيش ولا يتقدم الرجال المقاومة حتى يسيطروا على هذا الجبل، لكن بإذن الله تعالى سنكافح هذا الألغام، ولدينا مكافحات بإذن الله تعالى، وسنندحروا بإذن الله تعالى، وسنسيطر بإذن الله تعالى على هذه التبة، وسينقلب خاسرين ونتقدم من صرواح وإلى صنعاء وإلى عمران وصعده ومرة بإذن الله تعالى. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا أن تبة المصارية هي موقع استراتيجي لميليشيات الحوثي وصالح، وخط إمداد رئيسي إن لم يكن الوحيد الرابط بين جفينة وصرواح، وبقطع هذا الخط سيتم الانتهاء من ميليشيات الحوثي وصالح هنا في جبهة الجفينة، وكذلك سهولة الوصول إلى صرواح. حيل البكالي من أمام تبة المصارية بالجفينة مأرب.